أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما مننت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة أن توفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصلاة والصيام ولك الحمد بالأهل والمعافاة إلى طريقك هديتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تكرم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب وجامعهم ليوم الحساب سبحان العزيز الوهاب سبحان الغفور التواب سبحانك من إله عظيم سبحانك من إله عظيم تغفر الذنوب ولا تبالي سبحانك من إله عظيم تغفر الذنوب ولا تبالي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلال وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار إلهنا
إلهنا كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل. إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين العارفين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا حرز اللاجئين. إلهنا اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقامت القيامة بأهوالها، بأي قدم نقف بين يديك، وبأي عين ننظر إليك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي لسان نعتذر إليك. ربا إنا غارقون في الذنوب، ورضاك عنا غاية المطلوب. لا شك يا رب أنها مهما بلغت ذنوبنا أنت مزيل. ألست أنت القائل توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. اللهم كم من مرة عهدناك على التوبة ثم نكثنا، اللهم كم من مرة عهدناك على التوبة ثم نكثنا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم اجعلنا ممن يفوز بقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز بقيام ليلة القدر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتبتلنا ودعاءنا وخضوعنا ودمعنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، اللهم لا تدع في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته يا أكرم الأكرمين.
رباه أتيناك بذنوب كثيرة وأخطاء عديدة وأعمال مشوهة، ببابك وقفنا ومنك رجونا، ولن نضرح بابك حتى تغفر لنا. إلهنا، ما أنت صانع الليلة بعبادنا قروا بتقصيرهم واعترفوا بذنوبهم، يا من إليه يلجأ المذنبون، يا من إليه يلجأ المقصرون. من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود منا فنعزيه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.